تحت قيادة مؤسسة صناع الحياة يقام مشروع تعزيز دور الشباب للحد من آثار تغير المناخ بحضور أكثر من 400 مشارك. يأتي المشروع ضمن مسابقة يوني جرين الممولة من الاتحاد الأوروبي لاستكشاف حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية. النهارده التنفيذ للمرحله الثانيه من مشروع يوني جرين، وهو معسكر لبناء القدرات لفرق عندها افكار ابتكاريه للتخفيف من اثار المناخ المحلي. الفرق دي النهارده بتاخد معسكر لبناء قدراتهم، وبعد كده بيتاهلوا للمسابقه الوطنيه لافكار مبتكره للحد من اثار تغير المناخ المحلي. في تنافس يعني قوي جدا، كان في 400 ابلكيشن اتقدمت لنا، تم تصفياتهم لاكثر الاحسن 20 فكره. من 20 فكره دول اتعملوا لهم انترفيو من مديرين رئيسيين جوه مؤسسه صناع الحياه وبنك الطعام المصري ورواد النيل، ومن الانترفيوز اتصفوا ل 11 فريق هم اقوى افكار موجوده معانا في المعسكر. هم دول اللي بياخدوا النهارده معسكر بناء قدرات علشان نأهلهم ان هم يقدروا يتكلموا عن افكارهم بشكل مختلف شويه في المسابقه ان شاء الله. شراكه مهمه وكبيره جدا في مشروع يوني جرين المول من الاتحاد الاوروبي، خصوصا ان ده بيتماشى مع اولوياتنا في ان احنا بنحاول دايما يكون لينا اثر مجتمعي في الحاجات اللي تخص التكنولوجي والديب تك. ففي وجودنا في مشروع ده احنا كنا بنحاول نحسن من الشركات المشاركه بانها تقدر تطلع نموذج اعمال افضل، وده هيخليها تعرف تخلق فرص عمل وتعرف تحدد الشريحه اللي عايزين يتوجهوا ليها، او شريحه الناس اللي هم عايزين يبقوا هم دول الكاستمرز او الزباين بتوعهم، ويغيروا كمان طريقه التسعير اللي بيها هيقدروا يخلقوا وجود احسن لشركتهم بشكل افضل بنموذج الاعمال اللي بتتغير في التدريب اللي كان معمول بشكل مكثف في 6 ايام اللي فاتت. في اتجاه كبير، بس يمكن من ساعه كوب 27 كمان حط فوكس جامد قوي على المشاريع الخضراء، وكان في مبادره من فتره اعتقد في الفتره دي للمشاريع الخضراء الذكيه اللي بتعتمد على التكنولوجيا وفي نفس الوقت للبيئه. فطبعا في زق جامد في الحته ديت، والشباب بيرسبوند كويس. وانا شايف ان مثلا حتى في جامعه النيل مثلا عندهم تخصصات اصلا في الدراسه هنا ليها دعوه بانفيرمنتال انجينيرنج والى اخره، فدي كلها انيشيتيفز هايله جدا. ده الاستثمار في البشر زي ما احنا بنقول، ان الدوله والمؤسسات المجتمع المدني تستثمر في الناس، والناس يقدروا يساعدوا بقى الاخرين اللي ما تمش الوصول ليهم في النمو. طبعا هو البودكاست مهم جدا لينا، ان احنا عايزين ان احنا نريفاين الاستراتيجي بتاعتنا بتاعه البيزنس، فده طبعا كويس جدا عن طريق الجايدنس من المنتورز ومن الاندستري اكسبيرتس، فبيضيفونا كتير جدا عن طريق ان احنا مثلا لسه نازلين دلوقتي نعمل كاستمر انترفيوز، فبنجين اكسبيرينس اكتر ونقدر ان احنا ناخد فيدباك من المنتورشيب. الشركه بتاعتنا بتحاول ان هي تحل المشاكل بتاعه الزراعه، ان احنا بنحاول ان احنا نريكومند المحصول المناسب اللي يتزرع امتى، وازاي ان احنا نوزع المياه يعني على الاراضي الزراعيه، وبيريكومند برضو الفيرتلايزر المناسب للارض.